باسم الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد الأبدين أمين. النهاردة إنجيل معلمنا يلوقا البشير. السيد المسيح بيقول لي وبيقول لكل واحد عبارة جميلة جدا. بيقول لنا لا يقدر أحد أن يكون تلميذا إلا بحمل الصليب. عشان نتبع المسيح لازم نحمل الصليب. والصليب ده بيختلف من واحد للتاني. ولكن التبعية أساسا عشان يتبع المسيح أي حد مننا أو زي ما لاحظنا التلاميذ أو القديسين كانت في حاجة واحدة بس بتربطهم بالمسيح. عارفين إيه هي؟ حبهم للمسيح. بتحب المسيح قد إيه؟ تخيلوا كده واحد بيصطاد والمسيح يقول له تعالى اتبعني من غير أي كلمة. يتبع المسيح واحد تاني عشار وبيكسب فلوس ويقول له اتبعني وبرضه يتبع المسيح من غير ما يتكلم. عشان كده تبعية المسيح رقم واحد في حياتي وحياتكم كلها هي حبك للمسيح. بتحب ربنا وبتحب المسيح قد ايه؟ سامحوني في الكلمة اقول بحبه. طب اثبت لي بقى بتحبه ازاي؟ ربنا يقول كده اثبت لي بتحب ازاي؟ تعرفين اي اتنين مخطوبين بيحبوا يتكلموا كتير قوي مع بعض وبالساعات. ولو عدت مثلا يوم او يومين ما تكلموش يبقى نهارهم ايه؟ نهارهم ابيض. يعني ايه؟ انت ما بتحبنيش. ما كلمتنيش. هكذا احنا مع ربنا، اذا كنا بنحب ربنا اثبت حبك لربنا ان انت تكلمه. بتكلمه قد ايه؟ وبتكلمه ازاي؟ بتكلمه وانت مشغول ولا بتكلمه وانت عشان انت عايز تكلمه؟ زي ما قال كده ادخل مخدعك واغلق بابك، يعني اقفل كل الحواس عشان بتحبه. تسيب كل اللي في ايدك وتصلي، تسيب كل اللي في ايدك وتقرا الكتاب المقدس. سامحوني في الكلمه وانا معاكم، يمكن بنلتمس العذر لنفسنا كتير تحت بقى مشغوليات كتيره بقى كلكم عارفينها، مش فاضيين مش مركزين مفيش وقت، قصص كتير قوي. لكن هي حاجه واحده، بتحبني. لو بتحبني تعالى برهن لي على حبك، برهن لي ان انت بتتكلم معايا. وبعدين بتتكلم معايا في الكتاب المقدس او في الصلاه كروتين عشان تتمم خلاص قانونك وخلاص، ولا فعلا بتحب ربنا عايز تقعد معاه تاخد منه. ده المثل البلدي يقول ايه؟ جور السعيد ايه؟ يعني لما نجور ربنا هيحصل ايه؟ هنسعد. الواحد كل ما يقعد مع ربنا في صلاة وفي كتاب مقدس، حتى لو قعد كده بينه وبين ربنا في تأمل وشاف نعمة ربنا قد ايه، وربنا اداله عمر قد ايه، وربنا انقذه من شرور قد ايه، وربنا اتمجد في حياته قد ايه، اتأمل في الحاجات دي، هتحس فعلا ان انت طالع من الجلسة دي سواء صلاة او كتاب مقدس او تأمل، هتحس ان انت في سلام. ربنا قال لنا كده، سلامي انا اعطيكم. طب انا اخد امتى السلام ده؟ كلنا في الدنيا دي مضطربين وقلقانين وخايفين ليه كل ده؟ عشان ايه؟ عشان مفيش السلام، عشان مفيش تبعية المسيح، عشان مفيش حب للمسيح. الحب مش بالكلام، الحب بالبرهان. بتحبني قد ايه؟ يبقى انا ليا اشتياق لربنا ان انا اقعد معاه، افرغ نفسي بقدر الامكان. بابا شنودة ربنا ينيح نفسه كان يقول كده في تملي، الفرصه ما تيجيش غير مره ايه؟ واحده، فرصه حياتنا. ويقول يا ناس انتقلوا للسماء محتاجين هذه الايه؟ الفرصه عشان يتكلموا مع ربنا في صلاه، في كتاب مقدس، في اعتراف، وفي توبه، وفي تناول وسائط الخلاص كلها.
لكن انا ربنا مديني نعمه ان انا موجود واليوم في 24 ساعه. وربنا هو النهارده بيقول لي عايز تبقى تلميذ شيل الصليب وتعالى. جزء من الصليب هو اللي حواليا، اللي هو مثلا ممكن يكون مراتي، بيتي، زوجي، اولادي، العمل، المشاكل، الضيقات، الاوجاع. كل ده جزء من الصليب، لكن الجزء الثاني هو حبك تشيل الصليب ولا لا. عندك استعداد تشيله؟ وعندك استعداد تتقابل مع المسيح ولا لا؟ احنا ساعات كتير سامحوني بيبقى عندنا وقت نعمل اي حاجه الا ان احنا نصلي، الا ان احنا نقرا كتاب مقدس. طب وبعدين؟ ما انت الخسران. هو تفتكر ربنا هيزيد ولا ينقص يعني ان انت لما تصلي له؟ مش هيزيد ولا ينقص. بس بيبان ايه؟ بيبان علاقه حبك بربنا قد ايه؟ متمسك بربنا قد ايه؟ وما تلتمسش العذر. مفيش حاجه اسمها ليا عذر، مالكش عذر. انا اعرف واحد في شغل، انا قلت له هقول الحكايه دي. بيقول لي الشغل ما كنتش اقدر احرك نفسي من على الكرسي والكمبيوتر والكلام ده. لكن عمل ايه؟ يقول لي عشان اصلي بس 5 دقائق دخلت انا على الحمام، باب الحمام، وحطيت وشي في الخشب الباب وصليت. وصليت. عشان كان نفسي اكلم ربنا. قلت ياه، شوفوا الحب قد ايه؟ واحد بيحب ربنا. كان واحد تاني يقول انا ما عنديش وقت، مش فاضي. وانتوا كلكم بقى عارفين بقى الموبايلات والتلفزيونات وي وي وي، مش محتاج ان انا اقول يعني. فرقم واحد عشان نتبع المسيح يبقى نحبه. والحب زي ما قلنا مش بالكلام. الحب النقطة التانية بالعمل. وريني بقى بتشهد لي ازاي؟ وده اللي قاله المسيح في الآخر. الملح جيد، اللي هو أنا وحضراتكم، إحنا كويسين. لكن يقول كده فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ أنا وحضراتكم ملح جيد، لكن ما ابتدناش بقى نصلي، ما ابتدناش نقرأ كتاب مقدس، ما ابتدناش نشيل الصليب بتاعنا، ما ابتدناش إن إحنا نطبق وصايا ربنا في حياتنا. فسامحوني في الكلمة، نبقى إيه؟ ملح فاسد، ملح فاسد. ودي أخطر حاجة. يقول كده إن فسد الملح إيه؟ أه؟ يطرح خارجا وإيه؟ عايز أسمعها؟ يداس من الناس، تبقى مداس، تبقى مداس من الناس ومن الشيطان. عشان كده خد بالك وذكر نفسك باستمرار، يا ترى انا ملح جيد ليا طعم ولا لا؟ لو جبت في البيت شويه ملح وطلعوا مش حلوين فاسدين وحطيتهم على الاكل اللي بتعملها، هيبقى الاكل ملهاش ايه؟ ملهاش طعم. لكن لو جبت شويه ملح قد كده بجنيه أو بخمسين قرش وحطيتهم على الأكل، هيبقى الملح ليه إيه؟ الأكل والملح ليه طعم. عشان كده أنت الطعم اللي في الدنيا دي كلها، في المجتمع، في الأسرة، في البيت، أنت الطعم. ما تكشرش، ما تتضايقش، ما تتزمرش، بالعكس خليك بشوش وخليك فرح واحتمل وساعد في البيت وساعد مع الآخرين. ما هو أنت الملح، أنت اللي بتدي الطعم. لكن هتدخل تنكد على نفسك وتنكد على اللي في البيت وتنكد على حواليك، ده يبقى ملح إيه؟ ده يبقى ملح فاسد ملوش طعم. فين بقى العمل هنا؟ فين الطعم؟ فين إن صورة المسيح الحلو؟ شوفوا القصة اللي قريناها من شوية دي، قصة فعلا يعني صعبة. أم وابنها يوليطا وكرياكوس، لكن ملح، ملح جيد بتشهد للمسيح. سامحوني بقى في الكلام يعني اللي هقوله ده وهكون قاسي شوية، مش زي أي أم دلوقتي تخاف على ابنها وتطبطب عليه. أنتوا فاهمين قصدي ده؟ سامحوني في الكلمة يعني. يعني بنمنع أولادنا يجوا الكنيسة، يجوا مدارس الأحد وأحفادنا. ليه؟ أصل في تدريب، أصل في سباحة، أصل في دروس، أصل مش فاضيين، أصل طول السنة بنصيف معرفش في الحتة الفلانية.
طب وبعدين؟ وبعدين هيطلع ملح ايه بعد ما يكبر الولد ولا البنت؟ يقول لك الحق يا ابونا، الحق يا كنيسه، الحق بعد ايه؟ كنيسه هتعمل ايه ولا ايه؟ فين الام الحلوه دي اللي تربي ولادها؟ الملح الحلو اللي يظهر وسط الناس الاشرار وما تخافش وتعترف. وعشان ربنا شايف قد ايه نقاوه القلب، اتكلم على كرياكوس 3 سنين، اتكلم 3 سنين، ده اصغر شهيد عندنا في المسيحيه هو القديس ونس بعديه. ايه يا رب ده؟ عشان هم ملح حلو وربنا استخدمهم للاخرين، للاخرين، وانا اكون كده ملح حلو. ما هو ده الصليب اللي ربنا ادهون، مش بس ان انا اكون مثقل بالاحمال وبالاتعاب ومش قادر اتعامل مع الاخرين في البيت او في المجتمع، لا، ده الصليب اللي انت شايله يا حبيبي، الصليب اللي انت شايله. بس خليك ملح، اظهر للاخرين علاقتك ومحبتك وتواضعك ومساعدتك الاخرين. شيل الصليب بحب، وشيل الصليب كمان بتطبيق وصايا ربنا. وصايا ربنا كتير قوي، من تسامح ومغفره واحتمال وصبر. انا عندي كل ده ولا لا؟ ولو ما عنديش، على فكره الموضوع مش صعب، لو انا ما عنديش صبر لما اصلي اقول له يا رب اديني الصبر ان انا احتمل اللي جنبي، اديني الاحتمال. وربنا بيدي في يوحنا 6 يقول كده، اي انسان يطلب لا اخرجه خارجا فارغا. كل التعاليم الروحيه او الفضائل الروحيه ربنا يديها لنا، بس هتبقى المشكله فيا انا بطلب ولا لا. زي صاحب اليد اليابسة لما جه للسيد المسيح قال له أتريد؟ قال له يا رب أنت عارف. قال له طب مد إيدك. فربنا عايزنا إحنا اللي نبدر الأعمال والعلاقة الصالحة مع كل الناس ونقدم حب لكل الناس. هو إيه الأقوى؟ إن أنا أدافع عن نفسي وان انا ممكن اغلط في الاخر، ولا احتمل ان الاخر ده ظلمني وممكن ضايقني وممكن اهني؟ انتوا شفتوا في القديسين كتير اتهانوا واتضربوا واتظلموا واحتملوا، ده الاقوى. لكن السهل تضرب، تضرب قلم اضربك قلم، ده سهل جدا، تضربني اضربك سهل جدا. لكن الاصعب منه ان انت تحتمل، ده الصليب اللي بتشيله، الصليب اللي بتشيله، الصليب اللي شالته العذراء مريم نفسها لما شافت ابنها على الصليب، ابنها الوحيد، تقول العالم يفرح خلاص، أما أحشائي فلترتهب إلى نظرك يا ابني وإلهي. شايفة ابنها على الصليب بيتمزق بيتقطع بيتألم، احتمال، احتمال. والعذراء دي كانت مثل للاحتمال الأعلى، وكانت ملح لما راحت زارت أرسطباط نسيبتها وهي حامل، وراحت خدمت يوسف النجار، ملح. عشان كده أنا أسأل نفسي، يا ترى أنا ملح جيد ولا ملح فاسد؟ يا ترى أنا بتبع المسيح فعلا ولا لا؟ ولا بقول أنا مسيحي وخلاص؟ ولا بقول أنا بحب ربنا وخلاص؟ عشان كده الأعمال مهمة قوي. ربنا يقول لنا كده في الكتاب المقدس، إيمان بدون أعمال يبقى إيه؟ ها؟ ما لهوش لازمة. أنا بحبك يا رب وأنا بطبق الوصايا وبصوم وبصلي وبعترف، طب ماشي حلو يا حبيبي كويس، طب بتسامح؟ طب بتغفر؟ طب بتدي مساعدة للآخرين؟ يبقى ملهوش لازمة، ملهوش لازمة. الاثنين مكملين مع بعض، إيمان بدون أعمال ميت، وأعمال بدون إيمان إيه؟ ميت. الاثنين ماشيين مع بعض. لو ليا إيمان يبقى ليا أعمال، ودي الثمر اللي بيظهر. وده السؤال اللي أسأله ليا برضو تاني النهاردة، هل أنا ليا ثمر في حياتي؟ يعني بجيب نتيجة
ولا لا، ولا انا زي ما انا كده واقف مكتفي بنام. الصبح بقوم بصلي، بالليل بصلي، باجي الكنيسه وبتناول، خلاص ده كل اللي بعمله، مفيش حاجه تاني. طب حاولت تسال على حد تعبان تساعد حد تعبان حسب امكانياتك، تدي لحد تعبان ان شاء الله بكلمه، ان شاء الله برجاء، ان شاء الله بتشجيع، ادي شجع حتى لو معكش حاجه، شجع واحد، شجعوا صغار النفوس، ربنا قال لنا بقدر الامكان. لكن ما تخليش يومك يعدي من غير ما تعمل عمل حلو، سامحوني في الكلمه دي، يعني لازم كل يوم تدور على حاجه كده تعملها حلوه لاي حد، لاي حد، ان شاء الله كلمه كويسه تقولها لحد، ان شاء الله انسان مريض وسمعت ان هو مريض ارفع سماعه التليفون كلمه، صلي لحد في البيت قول النهارده انا هصلي لفلان ده اللي كان مخاصمني او لسه مخاصمني، هصلي له، انا هحط اسمه على المذبح، انا هبتدي اكلمه النهارده واقول له يا فلان عامل ايه، انت لسه زعلان مني، سامحني لو كنت ضايقتك، جرى ايه الدنيا فيها ايه، ولا حاجه، عدت القصه كده، يظهر ان انت ابن ربنا باعمالك الصالحه، وتبين ملح للارض الجيده. ربنا شرط التبعيه ان احنا نحتمل الصليب، نشيل الصليب، لكن في واحد تاني مش قادر يشيل الصليب. الشاب الغني لما جه سال السيد المسيح قال له الوصايا ايه؟ سمع له الوصايا كلها، تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك من كل قوتك وتحب قريبك نفسك، وقال كل الوصايا. فالسيد المسيح قال له طب حلو قوي، كل ده جميل جدا، يعوزك شيء واحد، عارفين ايه هو؟ قال له اذهب وبيع كل مالك وايه؟ واتبعني. ربنا عايز يشوف الراجل الغني ده بيحب ربنا وعنده استعداد يترك، ولا بيحب الفلوس اكتر من ربنا. هو دي ساعات بتقع فيا، انا كمان بحب الفلوس اكتر من ربنا، بستخسرها في ناس وبستخسرها في خدمات. عشان كده ربنا قال له يعوزك ايه؟ شيء واحد، بيع كل مالك واتبعني، يعني اترك سيب. وعلى فكره ده اختبار لينا كلنا، وربنا واثق، عارفين ان لو ساب الراجل الغني ده الفلوس دي كلها او وزعها زي الانبا انطونيوس، مع نفس القول الانبا انطونيوس بالظبط اللي سموه الانبا انطونيوس من شماس هنا على منجليه، وكان غني الانبا انطونيوس، سمع نفس القول بتاع الشاب الغني. بس ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الانبا انطونيوس كان عنده 300 فدان من احسن واجود الافتنه، راح باعها ووزع كل الفلوس ودخل اخته في دير وهو ايه؟ ماشي في الصحراء. طب هتاكل ازاي؟ هتشرب ازاي؟ مش هتحتاج فلوس؟ بكره مش هتمرض؟ مش ده فكر العدو الخير يقول كل ده؟ يقول له لا يا حبيبي، اما تونس يقول له لا يا حبيبي، اللي مع المسيح ما يحتاجش ايه؟ حاجه. اللي مع المسيح ما يحتاجش حاجة إطلاقا. ما تفكروش القصة دي إن أنا هشيل لبكرة منتهية. ياما ناس شفناها لوحديها ملهاش حد يسألها، وربنا دبر لهم كل حاجة حتى ساعة وفاتهم. بقى يقولوا كده، يقولوا أنا مش عارفين يعني، طب لو متنا ما حدش هيحس بينا، طب هنتدفن فين، طب هنعمل. ربنا عنده خير كتير، وربنا ما بيسيبش أولاد المحتاجين والمعوزين، ربنا ما بيسيبش. بس هي الاختبار ليا أنا، عندي استعداد أسيب ذاتي شوية، أسيب كبريائي شوية، أسيب فلوسي شوية، أسيب مركزي شوية، عندي استعداد ولا لأ؟ أما بولس ساب، طبق الوصية وكسب، والراجل الغني مضى حزينا، وزي الانبا بولا ترك هو كمان كل شيء، هو الانبا انطونيوس. عاشوا ازاي دي الناس دي؟ عاشت ازاي؟ بفكر روحي عالي، انا مش معاك يا رب فخلاص كفيني، كفيني اكل واشرب، مش مهم حتى اكل وشرب. وتلاقوا ربنا بيهتم بطرق مش على فكرنا،
يعني كنت لسه بتكلم مع ناس امبارح، الانبا انطونيوس ده الانبا بولس ازاي يجي له غراب اللي بيخطف اي اكل اي اكل؟ ازاي ربنا يبعت غراب للانبا بولس بنص ايه؟ نص خبزه، مش خبزه، نص خبزه طول حياته. ولما يجي له الانبا انطونيوس يبعت له ايه؟ يبعت له ايه؟ خبزه كامله. ده ايه يا رب ده؟ يعني بتهتم بالانبا بولس وبتهتم كمان بضيفه الانبا انطونيوس؟ لان هما الاثنين ايه؟ مسلمين حياتهم كلها ليا، فانا مش هخليهم معوزين حاجه، مش هخليهم معوزين حاجه. وتشوفوا في وفاه نياحه الانبا بولس، انبا انطونيوس كان جنبه وكبير في السن، وشاف الانبا بولس بيتنيح مات يعني. طب هدفنه ازاي يا رب؟ هدفنه ازاي؟ انا مش قادر، مش قادر احفر، انا خلاص كبير في السن الراجل زي اي واحد فينا يعني. فيصلي ربنا، ربنا يعمل ايه؟ يبعت له ايه؟ ها؟ اسدين. يبعت له اسدين. ايه يا رب ده؟ ايه يا رب ده؟ شوفوا شوفوا ربنا. بس الايه؟ للي يشيل صليبه ويحتمل ويحب ربنا ويبقى ملح، يظهر صورة المسيح. ربنا ما يخلوش معوز لحاجة إطلاقا. عشان كده نبتدي النهاردة العبرتون دول، يا ريت أراجع نفسي فيهم، هل أنا بحمل الصليب وهل أنا ملح جيد ولا لأ، وأعمالي شكلها إيه عشان أقدر أبقى أحمل صليبي بشكر باستمرار وأقول له أشكرك يا رب على النعم والعطايا اللي أنت اديتهالي مهما يكون فيا إيه، مهما تكون الظروف. أشكرك يا رب، كلمة أشكرك يا رب دي صلاة لوحدها باستمرار. ربنا يدينا أن احنا نكون ملح جيد ونحمل صليبنا باستمرار. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.